مع قرار الرئيس أوباما بتعيين السيد بريت ماك جورك سفيرا في العراق لما يملكه من خبرات، والرأي المعارض لذلك لا يعكس وجهة نظر كل الساسة إنما بعض الأشخاص، ولا أعتقد أن المشكلة تتعلق بشخص السيد بريت، إنما تأتي هذه التحفظات على السياسة الأمريكية وربما من التطورات السياسية الحاصلة في العراق. ولذا يجب أن يكون الحل بألا يقاطع أولئك عمل السفير الجديد، ولكن أن يستمروا بالعمل الحثيث لإصلاح الوضع السياسي.